آلام مفصل الركبة بتحصل نتيجة إصابة مباشرة أو التهابات، ساعتها بيكون المفصل وارم وفي آلام شديدة خاصة عند طلوع السلم أو النزول. ساعتها بناخد الأدوية بتاعتنا لمدة أسبوع وبنكمل الأدوية بتاعتنا في الأسبوع التاني مع بعض النصايح، زي إن احنا بنعمل شوية تمارين لتقوية العضلات حوالين مفصل الحوض ومفصل الركبة عشان الوزن ينزل على العضلات بدل المفصل، فنريح المفصل شوية من اللود اللي عليه. كمان بنعمل كمادة تلج لمدة 10 دقايق بعد التمارين، هنلاقي التمارين طبعا في الفيديو. مهم قوي أثناء فترة الإصابة اتباع نظام غذائي صحي، كمان مهم جدا ان احنا نتجنب الثبات في وضع ثابت لمدة ساعة.